فكتشوفوا الدورة كتسمى يعني أغاني والإيقاعات الخالدة. إحنا بغينا نركزوا بزاف على الجانب الفني، ولهذا جبنا عدد كبير ديال الفرق، يعني كنظن أكبر عدد قاعد يعرفوا المهرجان. وبالنسبة للفنانين راه أكثر من 700 ديال الفنانين اللي غيتشارك. التهيئ ديالنا كملناه باش نديروه بالنسبة ل 2022، والتهيئ غادي يعني بطريقة جيدة، كل شيء غادي مزيان. الفرق غيتكون فرق عددها كبير بزاف، أكثر من 52 فرقة اللي غادي تشارك معنا. هاد الدورة غادي تكون إن شاء الله الضيف الدورة غادي يكون هو المملكة الإسبانية، ذلك نظرا للعلاقات الوطيدة اللي أصبحت دابا الآن متجددة ما بين المملكتين المغربية والإسبانية. فإذا إن شاء الله غادي تكون دورة مهمة، كما كانت دورة 50 دورة استثنائية، فالدورة 51 غادي تكون إن شاء الله جيدة. في الجريدة الإلكترونية ديال الإن بريس الإن تي دي، طبعا تستعد لاستقبال العديد من المجموعات والفرق على المستوى الوطني استعدادا للمهرجان الوطني للفنون الشعبية في دورته 51. كيف تجري الاستعدادات دكتور؟ في الحقيقة هذا المهرجان هو مهرجان كتعرفوه، هو أقدم مهرجان فني على الصعيد المغربي، ويعتبر من أكبر المهرجانات على الصعيد الإفريقي. فالتهيئ ديالو كيبدا مدة طويلة، حنا بدينا كنهيئوه في السنة اللي فاتت، كنا آملين باش الجائحة تمر في 2021، لكن مع الأسف ما مرت شي. فإذا التهيئ ديالنا كملناه باش نديروه بالنسبة ل 2022، والتهيئ غادي يعني بطريقة جيدة، كل شيء غادي مزيان. الفرق غيتكون فرق عددها كبير بزاف، أكثر من 52 فرقة اللي غادي تشارك معنا. وبالنسبة للفنون الشعبية، العرض الرئيسي اللي غادي يكون في قصر البديع، ثم كذلك واحد 21 فرقة اللي غيتشارك في ساحة جامع الفنا، ساحة الحارتي، وكذلك في المسرح الملكي. وكتعرفوا بأنه هذا المهرجان ديال مراكش هو كيجمع الفولكلور المغربي بكامله من جميع الجهات. كتعرفوا بأن المغرب يمكن يقسم إلى 6 أو 7 ديال الجهات فنية أو تراثية، فكاين الشمال، كاين الشرق، كاين الأطلس المتوسط، كاين الأطلس الكبير، كاين سوس، كاين الصحراء، كاين الجهات ديال منطقة مراكش والدار البيضاء، يعني سميتها السهول والوسفي. فهاد المناطق كلها تكون ممثلة إن شاء الله بهاد الفرق اللي هضرت عليها، اللي أكثر من
50 فرقة، فغادي يكون يعني واحد العرس كبير ديال الفنون الشعبية، وغادي يكون هذا الشيء مهم جدا لأنه جنب التوقف بسبب الجائحة لمدة سنتين. وغادي يكون إذن واحد، حنا كنعملوا منه واحد طموح كبير باش يكون ملتقى كبير ويكون أحد المواسم الناجحة لهذا المهرجان. وكاين واحد الاستعداد كبير، وكاين كذلك حتى دعم لا بأس به من طرف الجهات الرسمية، وكذلك حلاوة من المدعمين الخواص. فإذا إن شاء الله غادي تكون دورة مهمة، كما كانت دورة 50 دورة استثنائية، فالدورة 51 غادي تكون إن شاء الله جيدة إن شاء الله. طبعا جرت العادة أن تنظم أنشطة موازية على يعني على هامش الفعاليات، طبعا من تكريمات ومن معرض للفنون التشكيلية ومن ندوة أيضا. أحبذنا لو تطلعنا على هذا الموضوع، ما هي أبرز الأنشطة الموازية للدورة؟ هي في الحقيقة هذه السنة حاولنا باش نركزوا على الجانب الفني، فكتشوفوا الدورة كتسمى يعني أغاني والإيقاعات الخالدة. حنا بغينا نركزوا بزاف على الجانب الفني، ولهذا جبنا عدد كبير ديال الفرق، يعني كنظن أكبر عدد اللي غادي يعرفوا المهرجان. وبالنسبة للفنانين راه أكثر من 700 ديال الفنانين اللي غادي يتشارك، فحنا بغينا نركزوا على الجانب ديال الفولكلور، الجانب ديال التراثي، الجانب الفني من ناحية الرقص ومن ناحية الغناء. ولكن هذا ما كيمنعنا شيء باش نعملوا واحد العدد ديال الأنشطة موازية، اللي هي بقات أنشطة ماشي أكاديمية، أنشطة فنية، بحيث عملنا غادي نعملوا واحد ما يسمى بالفيزيو، يعني ذاك الانصهار اللي كيكون ما بين الفولكلور المغربي والفولكلور مثلا الأجنبي كالفولكلور الإسباني. هاد الدورة غادي تكون إن شاء الله ضيف الدورة غادي يكون هو المملكة الإسبانية، ذلك نظرا للعلاقات الوطيدة اللي أصبحت دابا الآن متجددة ما بين المملكتين المغربية والإسبانية. فإذا كان غادي يكون هاد لافيزيون، غادي تكون كذلك بعض لافيزيون ما بين الفولكلور المغربي والفولكلور الإفريقي، بحيث غادي تكون عندنا كذلك فرق إفريقية من السنغال والكوت ديفوار، ساحل العاج والسنغال. فإذا وغادي تكون ندوة ماشي ندوة، تكون محاضرة يعني كونفيرونس دو بريس، يعني ندوة صحفية اللي يعني تكون نهار الخميس 23 إن شاء الله. وغادي تكون واحد ندوة تقييمية آخر من بعد المهرجان، باش يمكن لنا نشوفوا نتكلموا شوية على الفنون الشعبية المغربية، على التراث المغربي اللامادي المغربي، ونشوفوا كيفاش يمكن لنا هاد المهرجان جعلوا منه واحد المهرجان اللي هو مسجل أولا على اللائحة الوطنية، ثم على اللائحة الإسلامية، ثم كذلك على اللائحة العالمية، لائحة اليونسكو. فهذا الشيء اللي كاين بالنسبة لهذه الدورة هذه. على ذكر حضور يعني التراث الموسيقي الإفريقي، كما تعلمون أستاذ بأن الرباط يحتفل به هذه السنة عاصمة للثقافة الإفريقية وأيضا عاصمة للثقافة الإسلامية، هل هناك علاقة ما بين الحضور الموسيقي التراثي الإفريقي في مراكش يعني بالموازاة أو احتفالا بهذا الاحتفال اللي كاين في مراكش؟ هو في الحقيقة احنا راعينا لأنه كتعرفوا احنا كنسيروا الأحداث في البلاد ديالنا. فإذا كانت المملكة الإيبيرية هذه السنة هي ضيفة الشرف، فلأن المغرب متجه واحد الاتجاه جيد، والمملكة الإيبيرية لعبت واحد الدور كبير بالنسبة لقضيتنا الوطنية. احنا كنسيروا هاد الأحداث ثقافيا، ولكن كنسيروا حتى الأحداث الدبلوماسية والسياسية، وكذلك إفريقيا فعلا، لأن كاين واحد التوجه كبير دابا بالنسبة لسياسات البلاد الخارجية ديال المغرب، اللي هي التوجه نحو إفريقيا والعلاقات مع إفريقيا وتنمية العلاقات، لا السياسية ولا الدبلوماسية ولا كذلك الاقتصادية. فإذا المغرب دابا الآن أصبح واحد المحور مهم جدا بالنسبة للتطور في إفريقيا، في القارة الإفريقية. فلهذا خذينا بعين الاعتبار كذلك هاد جوج الدول اللي عندنا معاهم علاقات جيدة، إفريقيا وعندنا معاهم علاقات جيدة، باش نبقاو كنسيروا الأحداث في بلادنا، لا بالنسبة للسياسة الداخلية ولا الخارجية.
كسؤال اخير دكتور، طبعا اشكرك على هذا الحس ويعني مواكبه الاحداث الوطنيه وكل ما يتعلق بالقضيه الوطنيه والتفاعل معها ابداعيا وموسيقيا. اذا كسؤال اخير دكتور، طبعا المهرجان يعتبر من اقدم المهرجانات، يعني كيف تساهم جمعيه الاطلس كبير واداره المهرجان في الحفاظ واستمراريه هذا الموروث الثقافي من خلال الحضور الفعلي والقوي لمختلف الفرق التي تمثل الجهه؟ وكتعرفوا ان المهرجان الوطني للفنون الشعبيه هو كيمثل اولا التراث ديال المغرب، التراث الفني واللغوي وكذلك حتى الاثنين يمكن نقولوا. فاحنا لما رجعنا للمهرجان في 1999 كان لقيناه متوقف لمدة 4 سنوات، فحيناه من جديد وانضمناه واحد، وعطيناه واحد البعد ليس فقط بعد وطني فكذلك بعد دولي، باش يمكن لنا نحفزوا الفنون الشعبية ديالنا، الفروق ديال الفنون الشعبية باستضافة واحد العدد ديال الفروق دولية باش يعرفوا الأهمية ديال هذاك الفن اللي هما كيحملوه، اللي هو هذاك الفن اللي هو فن راقي وفن تقليدي ولكن راقي وكيمثل الهوية ديال البلاد. فاحنا رجعنا أيضا ومن بعد ما نظمناه ووقفناه على رجليه ولا قوي جدا واحد لمدة 7 دورات، فمن بعد سلمناه لواحد المؤسسة اللي كانت أسست في مراكش باش تعمل تنشيط بمدينة مراكش بصفتها يعني مدينة سياحية وخصها كتحتاج للتنشيط الفني والثقافي. فهذيك المؤسسة انضمتوا واحد العدد الدورات ولكن توقف عاوتاني مرة أخرى. فطلب منا 2018 باش نعاودوا نحملوا هاد الراية وهاد المشعل ديال المهرجان، فاستقبلنا بصدر رحب لأنه من واجبنا كجمعية كبيرة، جمعية جهوية اللي كتهتم بالجانب الثقافي والفني وكذلك الرياضي والاجتماعي على كل حال، فكان من واجبنا باش نعاودوا نتحملوا هذه المسؤولية ونضمناها في 2018 و2019. جات الجائحة توقفنا عامين، وهاد السنة عاوتاني حنا انطلقنا من جديد وانطلقنا بواحد الشكل. بعدا في السنتين اللي سابقتين كنا درناه بواحد الشكل كبير، ودابا الان بواحد الشكل اكبر باش نجعلوا منه واحد التراث اللي غادي يبقى يستمر. وحنا كنشوفوا كذلك كنهيئوا الخلف، لان دابا حتى بالنسبه لذوك الفرق الصغيره يعني ديال الشباب عادي نهتموا بها بواحد الطريقه من الطرق، غادي نشوفوا مع وزاره الثقافه الى يمكن ليها تساعد في هذا الميدان هذا مع الجهه كذلك. فإذا كان هذا ممكن فاننا غادي نعملوا فروق واحد المهرجان ما يسمى ديال الشباب في الفنون الشعبيه باش يمكننا نحفزوا الشباب يتعاطوا لهذه الفنون الشعبيه باش تكون استمراريه. وهذه الاستمراريه ديال الفنون الشعبيه المغربيه هي استمراريه ديال الثقافه ديالنا وديال التراث ديالنا وديال الهويه ديالنا، لانه هذه الفنون الشعبيه كتمثل واحد الصوره جميله جدا وحقيقيه ديال المجتمع المغربي ومكونات المجتمع المغربي. أشكرك بزاف على الشرح ديالكم ولكل أهلا وسهلا. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.